السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نشوفوا واحد ليكزيرسيس اللي غادي نخدموا فيه ونطبقوا فيه تيوريم دو تيفنان. مزيان، هنا قلنا عندنا واحد سيركوي كومبلكس اللي فيه جوج ديال لي جينيراتور E1 اي E2، وعندنا خمسة ديال لي ريزيستونس R1 R2 R3 R4 R5، وهنا عندنا لي فالور ديالهم باش نابليكي ونديرو التطبيق العددي ابليكاسيون نيميريك. انا الكيستيون اللي كتعطى لينا في هاد تيوريم دو تيفنان كما كنا قلنا هو نكالكوليو لو كورون اللي داخل لواحد لا شارج، وهنا قال لنا كالكولي لو كورون دون ار 2، يعني لو كورون اللي داخل لنا لهاد لا شارج انتر لي بوين ا اي بي. مزيان، اول حاجه قلنا اللي كنديرو هو اننا كنحاولو نشدو هاد السيركوي لي كومبلكس ونردوه على شكل ديال سيركوي سامبل ديال تيفنا، بحيث ان في هاد الجينيراتور كيكون عندنا او تيفنا، هنا كيكون عندنا ار تيفنا، وهنا كيكون عندنا لا شارج اللي بغينا نحسبو لو كورون اللي داخل ليها. دونك في هاد ليكزيرسيس عندنا ار 2، دونك هنا غادي نديرو في لا شارج ار 2. مزيان، هنا اللي بغينا نحسبو قلنا هو لو كورون انطلاقا من هاد الشيما لي سامبل ديال تيفنا، اي ايتيغال كومبيان، اي ايتيغال او تيفنا سور ار تيفنا بلوس ار دو. دونك هادي هي العلاقة اللي عندنا باش نجبدو لو كورون اي اللي داخل لا شارج ار دو. مزيان، هنا دابا باش نحسبو هاد اي اشنو خصنا؟ خصنا نعرفو لا فالور ديال ار تيفنا ولا فالور ديال او تيفنا، هادو ما عارفينهمش دابا. وعندنا هنا ار دو، ار دو راه هي هادي اللي معطيه لينا في لي دوني. مزيان، دونك اول خطوة اللي قلنا كنديرو هو اننا كنحاولو نجبدو ار تيفنا. R tivna est égal à com est égal à combien. الطريقة اللي قلنا كنديرو هي أننا كنحاولو نرسمو الشيما ديال R tivna، بحيث شنو كنديرو؟ كنخليو لي ريزيستونس كيما هما، كنديبغونشيو غير لا شارج، وبالنسبه لي جينيراتور كان كور سيركويتي وبلاصتهم، يعني كنحيدوهم وكنديروا بلاصتهم مثلا ان فيل، نحيدو الاخرى نديرو بلاصتها ان فيل، والشيما كنخليوها كما هي. دونك هنا غادي نديرو الريزيستونس الاولى اللي عندنا اغ ان، هنا لو بوان ا غيبقى هنا بلاصه ديك الريزيستونس الثانيه ديال لا شارج ما غاديش نديروها حيت قلنا بغينا نحيدوها. هنا كتبقى لينا اغ 3 بلاصه جينيراتور قلنا كنديرو كور سيركويتي، يعني كنديرو كور سيركويتي بلاصتو، دونك غادي نديرو ان فيل. وهنا اش عندنا؟ عندنا ار 5، عندنا ار 3، ونمشيو نديرو الريزيستونس الاخرى ديالنا تا هي ار 4. Et enfin, on corps circuité générateur 1. Donc, on va faire le cas de notre schéma. Maintenant, on va faire le cas اللي كاينه اونتر ا اي بي، يعني كنجيبو مثلا كما كنت قلت لكم كنديرو في البراتيك، كنجيبو واحد الاوميتر وكنديرو اونتر هاد لي بوين ا اي بي، وكيعطينا لا فالور ديال ار تيفنا. هنا ار تيفنا شحال غادي تساوي، شحال غتكون كتساوي لينا في هاد ليكزومبل؟ هنا كاينين في الدراري اللي غادي تبان ليهم صوره، وداكشي اللي بغينا حنا والحمد لله، وكاين اللي غادي يقدر يكون عنده فيها شي اشكال، دونك يعني انه كيخصو هاد الشيما يحاول يبسطها اكثر. دونك شنو هي الطريقه اللي ممكن نديرو؟
قدرت مثلا نشدو هاد لو بوان ونجيبوها لهنا، يعني هذا نحاولوا نحركوه ونجيبوه لهنا، وهذه نحاولوا نحركوها ونجيبوها لهنا. تخيل مثلا هادو كيتحركوا، اوكي هاد جوج كيتحركوا غادي يعطيونا بحال هكذا، وهاد جوج تاهما كيتحركوا غادي يعطيونا بحال هكذا. دونك يعطيونا بحال هكا في الكيفالونس، يعطيونا مثلا هذيك النقطة أ اللي هي هادي خرج منها، ها هي مثلا جا خرج منها واحد ريزيستونس، هادي هي دابا إلا تخيلنا بحال كمقلوبة شتي، هادا تعطينا إيغ كاطخ كاينة في الفوق وتعطينا إيغ أن كاينة في التحت. دونك بحال هكا نكون كنستخدم شوية ديال إيماجيناسيون. نتخيلو هنا لو بوان أ راه هي هادي، هنا إيغ أن، ها هو ملي غادي يجيو مثلا عندنا من هنا هي إيغ كاطخ وهي إيغ أن، ملي غادي يجيو غادي يكون هنا واحد الخيط، دونك غادي يتجمعو في هاد لو بوان ويعطيونا خيط، وغيجيو لهنا وغيتفرقو عاوتاني هاد جوج غيوليو يعطيونا بحال هكا. دونك غادي هادي تكون باينة، دونك هكا غادي يجيو غيتفتحو مع هنا، وغادي تعطينا واحد ريزيستونس الفوق وواحد ريزيستونس لتحت، وغيتجمعو في واحد لو بوان أخرى اللي هي هادي، غادي تكون هي بي، وهادي الفوق هي إيغ سانك وهادي إيغ تخوا. دونك عندنا اش كنلاحظو أونتر أ و بي، كاين عندنا بين أ و بي هادو أون باراليل أون سيري أفيك هادو أون باراليل، دونك إيغ تيفنا كتساوي إيغ أن باراليل مع إيغ كاطخ بلوس إيغ تخوا باراليل مع إيغ سانك. وحنا لقينا الخطوة الأولى ديالنا هي إيغ تيفنا، وكنديرو لابليكاسيون نيميريك. مزيان، هنا ملي غادي ديرو لابليكاسيون نيميريك شحال غتخرج لينا؟ غادي تخرج لينا 229 أوم. مزيان، بالنسبة ليطاب التانية اللي خاصنا، يعني غادي تخصنا هاد أو تيفنا نتلقاوها. مزيان، حنا نبدلو الوريقة. مزيان، هنا شنو قلنا غادي نخدمو دابا؟ غادي نشوفو او تيفنا. او تيفنا كيفاش قلنا كنديرو؟ كنخليو الشيما كما هي، كنحيدو غير لا شارج. دونك غادي نديرو نفس الطريقة تاع حنا، غادي نخليو الريزيستونس هنا البلاصة اللي كاين فيها لا شارج اونتر ا اي بي، غادي نخليوها خاوية. هنا كاين عندنا لا ريزيستونس تانية هي هنا اخ ان، هادي اخ تخوا. مزيان، هنا جينيراتور غادي نخليوه كما قلنا، وغادي نجيو نكملو السيركوي ديالنا تندوي بحال شوميشة. مزيان، اش قلنا باقي؟ غادي نجي وغادي ندير بحال هكا واحد الجينيراتور طالع للفوق. ها كنضحك معكم يا الاخوان، ياك ابتسامة جيدة. فكرتوني بواحد الفكرة كان قالها اونتر بارونتيز، كان قالها ابراهيم الفقي، كنت شفتها واحد المرة، قالك شتي الا كنتي كتقرا مثلا، كنت تقرا شي حاجة كتكون عندك واحد ومركز فيها، كتكون عندك واحد القدرة ديال الاستيعاب، ياك؟ ولكن الا كنتي كتقرا وكتبتسم وكتضحك كيكون عندك نسبة الاستيعاب مضروبة في 14 مرة تبارك الله. مزيان، ولا كنتي كتقرا ياك وكتبتسم و اون ميم طون كاين واحد شوية ديال الحركة، ها كتكون مضروبة في 18 مرة تبارك الله. دونك مزيان الانسان يكون كيقرا وكيبتسم شوية مرة مرة، ياك؟ اللهم يسر لنا وللجميع. المهم اونتر بارونتيز كما قلنا، هنا عندنا او ان اي او دو، هنا اغ ان اغ تخوا اغ كاتخ اغ سانك،
مزيان. دابا باش نبينا نحسبو، بينا نحسبو هاد لا طونسيون اللي كاينه اونتر ا اي بي. اوكي، لا طونسيون اللي كاينه اونتر ا اي بي شحال غادي تعطينا كتساوي؟ فكره تقدر نشوف واش غادي تقدر تطيح لكم ولا لا. المهم بغينا حنا هاد لا طونسيون اونتر هنا، اشنو غادي نديرو؟ خصنا نتلقاو شي طريقه، كاينه واحد الايدي نقدروا ناخدوها، هي نقدروا مثلا نخدموا بهاد لا مايل، هاد لا مايل دونك غادي نخدموا لا لوا دي مايل. دونك اش عندنا هنا؟ غادي نختار واحد لو سونس، هذا غادي نديرو ليه لو سونس ديال مثلا طالع الفوق، هذا غادي نديرو مثلا معكس ما حيت قلنا مثلا كاين كورون هنا، هذا غادي نديرو حتى هو طالع الفوق. اوكي، بالنسبه ل او دو غادي نديروها مثلا هابطه لتحت حيت قلنا من الموان بلوس. اوكي، بالنسبه لهنا داخل الكورون جاي لهنا غادي يعطينا هذا هابط لتحت مزيان، وهنا غادي نعطيو ديز لهنا مزيان. دونك حنا هاد لامايل هي اللي كتهمنا بالضبط. دونك هادي غادي نسميوها كما هنا يو ا بي اللي هي او تي فينا. دونك هاد لامايل هادي غادي نسميوها تاهي اوكي سمح ليا، هادي نسميوها يو 4 وهادي يو 5 باش تكون باينه. دونك عندنا يو ا بي ايتيغال، ولا نديرو لو لي مايل ديريكت، انا غادي تبان لي اونيني غير باش تبان لينا كاملين ضروري انا الاخوان ديالنا بينها تبان تكون واضحة ان شاء الله. يو اب بي دونك هادي لي غادي مع فلوسونس غادي نعطوها البلوس، هذا البلوس هذا الموان وهذا الموان. دونك مزيان يو 4 موان يو 5 est égal 0. Donc UAB est égal U4 plus U5. Donc à dire ou had UAB qui m'a dit là il y a E devenant. Donc les radix là il y a had U4 نجبدوها و U5 نجبدوها. انطلاقا من هنا كيفاش شحال غادي يخرج لينا، شحال غادي يخرج لينا U4 باش كتفكرنا هادي؟ هادي اللي كنجيو كنلاحظو في هاد البارتي التانية، اشنو كتفكرنا؟ كتفكرنا بالديفيزور دو طونسيون، بحيث هنا عندنا إيغ 4 و إيغ 1. دونك يو 4 كيت إيكال ريزيستونس ديالها ديال طونسيون اللي هو إيغ 4 سوغ إيغ 4 بلوس إيغ 1 نضرب في طونسيون الكبيرة اللي هو اللي هي أو. بالنسبة للثانية اللي عندنا اللي هي يو 5 النصف الثاني. اوكي، هنا شحال كتساوي يو 5؟ هنا اللي كتلاحظ هاد لو سونس ديال هنا راه غادي مع ميم سونس هذا، بحيث ان عندنا او 2 كتساوي يو 4 بلس يو 3 يعني غادي مع في الميم سونس. دونك غادي غادي تساوي ار 5 ريزيستونس ديالها مقسوم على ار 5 بلس ار 3. هنا علاش قلت لكم هاد القضيه ديال لي فليش اللي كاينه بين يو 5 و او 2؟ حيت مثلا لو خدينا مثلا لا فليش طالعه للفوق غادي يكون عندنا هنا لو موان، يعني غادي ناخذ موان ديال او 2. اوكي، المهم باش نبقاو مزكين الامور خدموا بهكا ياك، غادي لاميم في لاميم سونس حنا خدامين بالبلوس ديالنا. دونك يو 5 ايت ايكال ار 5 سور ار 5 بلوس ار 3 نضرب في لا طونسيون الكبيرة اللي هي يو 2، وحنا لقينا يو 5 لقينا يو 4 وهادو كلهم معطين لنا في لي دوني. دونك غادي نتلقاو لا فالور ديالنا غادي نجمعوهم غادي يعطيونا او تي فنا. دونك او تي فنا لقيناها والحمد لله مزيان، لقينا ار تي فنا لقينا او تي فنا، واللي غادي تساوي لكم في لا فالور ديالها هو 23.7 فولت مزيان. وقلنا في الاخير اش كنديروا ليطاب تروازيام
troisième étape, كنديرو اي اللي داخله لا شارج كتساوي او تي فنا سور ار تي فنا بلس ار 2. ولا حسبنا درنا لابليكاسيون نيميريك ديالها غادي تخرج لينا 62.5 ميلي امبير. سا مارش والحمد لله. يلا وشكرا لكم بزاف على حسن المتابعه، ونتمنى يكون هذا ليكزيرسيس باين وبسيط، وخدموا وشوفوا لابليكاسيون واش هي هذه. كان عندكم شي سؤال شي كيستيون شي تساؤل ما تنساوش خليو ليا في شي كومونتير لتحت، ولا عجبكم الفيديو ما تخلوش على اخوكم شي لايك ولا سبسكرايب وشي دعاء طيب. يلا شكرا بزاف، كان معكم اخوكم نيرو من اكادير، وبالتوفيق للجميع. محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة.